موضة قتل الزوجة في كندا أصبحت معتادة مع المسلمين وغير المسلمين للأسف الشديد. اتصلوا فيني أو وساطة اتصلت فيني حتى أحضر لإصلاح ذات البين زوجي وزوجته، فقلت له حاضر وقت الفلاني حاضر. بعدها بكم ساعة اتصل فيني الواسطة، لا 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 الآن تحضر. إيه عجيب، ليش بصرخ علي؟ يلا مو مشكلة، بيمون بس بصرخ علي، تعال الآن. أوكي ذهبت، عادة هم لازم يجونا، مو مشكلة، هذا بيمون واسطة طيبة. ذهبت بعدين وجدت شريط الشرطة على الأرض، عجيب إيش فيه، شريط الشرطة محوط زي حديقة، بعدين في شغلة مغطى. يا مين مغطى؟ قال هذا الزوج. إيه إيش اللي صار؟ قال طلع فوق بعد ما لطش زوجته كف والشرطة طردته، رجع البيت قتل الزوجة وقتل أختها والعياذ بالله، اللهم عافينا ولا تبتلينا. وبعدين قتل نفسه. أول عياذ بالله، شلون قتل نفسه؟ قالوا يعني هذه مسافة قصيرة ما تقتل. قال لا هو ساكن هون بس طلع الطابق 18 وقتل نفسه والعياذ بالله. واليوم الموضة هذه رجعت، طبعا دفنتهم الثلاثة بإيدي، 2 بقبر واحد الأخوات، الله يرحمهم غمد روحهم الجنة. مصيبة عظمى، تركوا طفلة. طيب بعدين الصبر يا عين، الصبر مهم جدا جدا. ايش اللي صار؟ اليوم رجعت الموضة، اليوم جنازة أخت قتلها زوجها والعياذ بالله، اعتقلوا الشرطة. لحظة الغضب هذه والعياذ بالله خسارة الدنيا والآخرة، ولحظة الغضب هذه والعياذ بالله قد أو بكل تأكيد، ولكن هذا مش بإيدنا، بإيد الله سبحانه وتعالى، الخلود في جهنم والعياذ بالله. ولذلك إذا كنت غضبان اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، توضى، تمدد على الأرض، بدكش تتمدد اقعد اجلس، إذا إنك بعدك غضبان وجلست تمدد على الأرض، لا إذا تمددت على الأرض بتدوس ببطني، ما بتدوس ببطنك، لأن الشيطان راح يدوس بحياتك ويدوس ببطنك. فلذلك احذر حذر شديد من لحظة الغضب والعياذ بالله. تصدق، اللهم عافينا ولا تبتلينا، اللهم اصلح ذات بيننا. جماعة الخير، موضوع خطير جدا، أصبح في كندا موضة قتل الزوجة والعياذ بالله، وترك للأولاد والبنات للغريب والقريب. فلذلك إذا لاحظت أن فيك عصبية مش عيب ولا غلط انك تاخذ كورسات تتدرب كيف تتعامل مع هذه العصبية، كيف ربنا يشافيك من هذه العصبية. اليوم يوم حزن شديد، اخت فاضلة 5 اولاد وبنات تقتل من اقرب الناس الها، اكثر من صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.